من جديد يعود الحديث عن انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق النساء في مناطق سيطرتها وفي مناطق أخرى. تحت عنوان ماذا بقي لنا، أصدرت منظمة سامي للحقوق والحريات تقريرا حقوقيا يوثق جرائم الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي للنساء في فترة الحرب. تضمن التقرير شهادات لضحايا وأقارب ضحايا وشهود عيان تحدثوا عن انتهاكات جسيمة تتعرض لها النساء المعتقلات في سجون ميليشيا الحوثي، بما في ذلك سجون أقسام الشرطة والنقاط العسكرية التابعة لها. تقرير المنظمة أكد معلومات سابقة عن إنشاء الحوثيين لجهاز أمني خاص بالنساء وظيفته اقتحام المنازل واعتقال النساء، وكشف عن تعرض نساء معتقلات للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية مما دفع بعضهن لمحاولة الانتحار. ورصدت المنظمة مواقع الاعتقال وإخفاء النساء، شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعذيب النفسي وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. الإفراج عن السجينات على ذمة قضايا سياسية والحد من احتجاز المزيد منهن، فضلاً عن ضرورة اطلاع المنظمات الحقوقية والنسوية المتخصصة وناشطي حقوق الإنسان على ظروف السجينات وعدم الإساءة الأخلاقية للنساء المعتقلات ولا التشهير بهن، تلك هي أهم المطالب التي يفترض تحقيقها، وهو ما تدعو لها منظمة سام وكل إنسان سوي يحترم حقوق وكرامة الإنسان.